اندوكراين سيستم. اندوكراين سيستم انا همسك كلمه سيستم الاول. يعني ايه سيستم؟ اخذنا زمان قلنا زمان سيل مع سيل مع سيل، اللي هي اصغر حاجه في الجسم تكون مين؟ تكون تشو. وانت عندك التشوز الاربع انواع اللي عندك، اللي هم مين؟ اللي هم الابيثيليال تشو، الكونكتيف تشو، الماسكولار تشو، والنيرفس تشو. الاربع انواع الرئيسيين اللي عندك ابيثيليال مع سيستم مع سيستم يكون الامبريو الجنين اللي هيكبر ويبقى زي الشحط ويقرفنا. سيل مع سيل مع سيل يكون تشو، تشو مع تشو مع تشو بيكون اورجن، مع سيل مع سيل بيكون تشو، تشو اسمه ايبيث. وفي برضه ساعات ماسكولار تشو مع بقى زي الاسوفيجاس المريء، الاستومك، المعده، بعد كده الانتستاين. الاورجن دي تكون سيستم اسمه دايجستيف سيستم. سيستم مع البني ادم الشحط اللي ايه بيقعر اليوم كله في البيت. فنفس الحكايه في الاندوكراين سيستم، سيل مع سيل مع سيل تكون مين؟ تكونين تكون تشو. التشو اللي في الاندوكراين سيستم ابيثيليال تشو، يعني هو ابيثيليال تشو. الابيثيليال تشو ده اصل في منه انواع. الابيثيليال تشو اللي موجود في الاندوكراين سيستم بنسميه ادينو، ادينو ابيثيليال تشو. تشو مع تشو مع تشو هيكون اورجانز. الاورجان دي يسموها ايه؟ الجلاندز، الغدد. الجلاند يكونوا الاندوكراين. سيستم. يبقى التشو اللي في الاندوكراين سيستم بنسميه ايه؟ بنسميه ادينو ايبيثيليال تشو. ليه؟ ايه فايدة المعلومة دي؟ فايدتها انك لما نيجي بعد كده في الباثولوجي واقول لك يعني ايه ادينوما. طب يعني ايه ادينو كارسينوما؟ طبعا ادينوما يعني ابيثيليال تيشو بتاع الاندوكراين سيستم، يعني ورم حميد في الابيثيليال تيشو بتاع الاندوكراين سيستم. ادينو كارسينوما مالجنانت تيومر في الادينو ابيثيليال تيشو. مين الادينو ابيثيليال تيشو ده؟ ده اللي بيكون الجلانز، يعني عنده هنا في الاندوكراين سيستم. تمام. فالكلمه دي هتفيدنا لما نيجي ناخد التيومرز عن اورجانز تفرز، اورجان تفرز بعض المواد اللي احنا بنسميها هرمونز، وهنعرف بعد شويه عن ايه هرمون. اسمه ايه السيستم؟ اندوكراين. اندو يعني انسايد ذا بلاد، انسايد ذا بلاد ستريم. يعني ايه؟ يعني الجلاند دي ملهاش داكتس، ملهاش داكتس. ليه؟ لان في بعد كده عندك بعض الجلاندز ليها داكتس، اما الاندوكراين جلاند ملهاش داكت. الدايجستيف سيستم، الجلانز اللي بتفرز فيه تعيش وتموت الانزيمز دي، الدم ما يشافهاش بره، ولو شافها هيبقى يومك اسود، يطلع انزيمات هاضمه تهضم لحد ما توصل مكانها
في الانتستاين. اذا دي مش اندوكراين، وانما الضغط اللي بتفرز هرمون بتفرز جلاندز، الاندوكراين جلاندز. طيب اللي بينزل في الدم ده بنسميه ايه؟ هنعرف الهرمون ده هو مادة كيميكال، مادة كيميكال تتحكم في الجسم، تتحكم systems controlling your body، بيتحكموا في جسمك. طبعا الأول اللي هو مين؟ طبعا النيرفس سيستم. النيرفس سيستم سيستم طب ايه ده؟ هو ايه الفرق بين الاثنين؟ لا فرق شاسع. اقول لك انا ايه الفرق بين الاثنين. اول حاجه النيرفس سيستم، النيرفس سيستم ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل والله قرع ودوست على حاجه سخنه بتسحب ايدك بسرعه، بتسحب رجلك بسرعه، فايه فيري بتقعد كل شويه، لا ما خلاص ما هي فيري كويك وانتهت، شلت ايدك وانتهت. فالنيرفس سيستم كويك ريسبونس، سريع جدا، شورت تيرم خلاص ثواني وبتمشي. النيرفس سيستم لما نيجي نشرحه بالتفصيل نعرف ان النيرفس سيستم سريع. ليه؟ لان في حاجه عصبي ترانسميتر نواقل برق. اما الاندوكراين سيستم ده طبعا الاندوكراين سيستم ده بطيء، الاندوكراين سيستم عكسه. ليه؟ تخيل معايا انت معدي الكلاب حمبوزه فاتح جنبك فالريحه حلوه فرحت اكلت، انت اكلت فالبلاد اتنين كيلو بسبوسة من عندي جنب هوهو فمليتها بسبوسة بقى على حواوشي، فزاد عندك الجلوكوز ليفل، جلوكوز ليفل زاد في الدم، فعندك غدة جميلة لطيفة اسمها بنكرياس. البنكرياس ده ايه؟ هيصنع هرمون اسمه انسولين، هيصنع هرمون اسمه انسولين. الانسولين ده هينزل الدم يمسك الجلوكوز ده يضربه يديه علقة موت، ويروح فين؟ يروح يوديه فين؟ عند الليفر، عند الليفر، ويروح يقف عند الليفر بقى وعند الريسبتور عند الليفر، ويقول لخلايا الليفر افتحي، ويدخل الجلوكوز ويحفز ان الجلوكوز يتجمع مع بعضه ويتكون حاجه اسمها جلايكوجين، هناخدها في البايوكيمستري. فبذمتك الحوار ده كله بيحصل في ثواني؟ لا طبعا، ده انت لسه لما البنكرياس يطلع ارتفاع الجلوكوز في الدم من الهايبر جليسيميا، ولسه لما ياخد الجلوكوز ويروح عند خلايا الليفر ويعمل رياكشن عند ريسبتور ويبدا خلايا الليفر تفتح ويدخل الجلوكوز ويحفز ان الجلوكوز يتحول الى جلايكوجين. طب والعكس، انت مثلا واحد جعان جدا عندك نقص في الجلوكوز ليفل مهبط مع ما بتاكلش جدا، يطلع اسمه ايه؟ اسمه جلوكاجون. جلوكاجون ده يعمل ايه؟ يروح عند الليفر يقول له يا ليفر خلي عندك دم ونزلي الجلايكوجين اللي عندك ده كسريه، فالجلوكاجون ده يحفز عملية تكسير الجلايكوجين، ولسه بقى الجلايكوجين لما يتكسر ويقعد يتكسر والجلوكوز يطلع من الليفر وينزل، فحوار لحد ما الجلوكاجون ده يبدأ يرفع مستوى السكر من تاني. فإذا الاندوكراين ده سلو
ان اكشن. لما انت تزود الجلوكوز ليفل في فلونج تيرم. طيب النيرفس سيستم بيشتغل بنيو ترانسميترز، اما الاندوكراين بيشتغل بحاجه اسمها هرمونز، وده موضوعنا النهارده الهرمونز. طيب محدش يسأل على البي دي اف، عشان البي دي اف نزل على جروب المكتبه وبعت اللينك على الجروب. تمام. بالنسبه للخلايا في جسمك، الخلايا اربع حاجات، اما حاجه اسمها اوتوكراين. يعني ايه اوتو؟ اوتو يعني ذاتي، يعني هتلاقي خليه بتخرج هرمون يشتغل عليها، هرمون هيشتغل عليها هي نفسها، او بيولوجي ان في عندك ممكن بعض البروتينز على السيل سيرفس بتاع الخليه يبدا ايه يشبك مع خليه تانية ويعمل واصله بين التو سيلز، يبدا ايه زي في النيو ترانسميتر، بيبدا النيو ترانسميتر يعدي من هنا للخليه اللي جنبها، فدي نوع من انواع التواصل بين الخلايا. او بارا كراين، بارا يعني بجوار، يعني الخليه تنزل هرمون يشتغل في خلايا جنب سيستم. الاندوكراين دي يمشي يمشي لحد ما ويشتغل عليه. كل ده كلام طبعا بدائي، هي المقدمات دايما تحسها غلسة. ناخد بعض البروبرتيز اوف هرمونز. البروبرتيز اوف هرمونز دي تختصر في كلمة واحدة، هرمونز ار سبستانس ويتش ار هايلي اكتيف، نشطة جدا جدا جدا. إذا فالريليز تفرز in small amounts. ليه؟ نفرز واحدة واحدة. ليه؟ إنه highly active. لا ومش كده، تفرز بكمية قليلة ولما نحتاجها، مش جسمك عمال على بطال شغال يفرز هرمون، إن الهرمون دي تكاد تكون مميتة، ولما نيجي نشرح كل هرمون على حدة هتعرف ان في هرمونز لما تزيد تبقى مميته. فالهرمونز بالنسبه للريليز، ريليز ان سمول اماونتس، ولما الجسم يحتاج اكتف. بالنسبه للاكشن، والله هناخد هرمون يقعد يعيش ويموت، يشتغل هرمون يشتغل على كل الجسم، هرمون اللي يشتغل على واحد سبيسيفيك هرمونز وما اكثرها، على تارجت سيلز معينه، زي مثلا جروث هرمون. الجروث هرمون ده ما هو كل جسمك محتاج انه ينمو، فالجروث هرمون جنرالايزد يشتغل على كل الجسم. بالنسبة للريموفال، عامة معظم الهرمونز ريموفد باي تارجت سيلز، الهرمون راح اشتغل على الكبد يشتغل على الكبد ويعمل الافكت بتاعه ويتم تكسيره داخل خلايا الكبد، راح اشتغل في الانتستاين يتم تكسيره داخل خلايا الانتستاين، they are removed by their own target cells. ولكن في بعض الهرمونز، في بعض الهرمونز لايز ان ليفر او الكيدني يتم تكسيرها عن طريق الكبد او الكلى. ليفر سيروسيس او كيدني فيلير، فشل في فشل في الكلى، فشل كلوي. ويقول لك الهرمون ده اللي هو ميتابولايزد عن طريق الليفر او عن طريق الكلى،
كدني، والشخص ده عنده كدني بايظه او الليفر بايظ، فيحصل عنده هايبر اكتيفيشن ولا هايبو اكتيفيشن؟ طبعا هايبر. ليه؟ ما هو زي ما قال المثل، يعني انا والله اللي كان بيضربني بالجزمه ويكسرني هو الليفر او الكدني، الكدني بايظه هي اللي كانت بتخص الجسم مني، خلاص انا بقى ايه، ابرطع براحتي واتحرك، انا الليفر بتكسرني، اللي كانت بتكسرني فيها فايبروز مش شغاله، فبالتالي يحصل هايبر اكتيفيشن. عشان كده حتى في الفارماكولوجي لما يجي يقول لك الدراج ده مش بيقولها من فراغ، يعني عايز يقول لك اف، لان العضو اللي كان بيخلصك منه مش شغال. طيب هناخد بقى دلوقتي تفهم عمرك ما تفهم في حياتك الاندوكراين سيستم، تمام؟ ركز معايا هنا في التقسيمه دي، لان عمرك ما هتفهم الاندوكراين سيستم لو ما فهمتهاش. ما فيش صوت، الصوت شغال يا جماعه مش شغال؟ صوت شغال؟ طيب دلوقتي النيرفا سيستم بنقسمه ازاي؟ هرسم لك رسمة، تمام، وبعد كده اقول لك ايه بنقسمه ازاي. ده الرئيس، وده رئيسة الوزراء، ومين الشعب الغلبان؟ هو الجلانز. يبقى انت عندك رئيس ورئيسة وزراء او رئيس وزير والشعب الغلبان، تمام؟ ف بنفسه بنفسه يؤمر، ما حصلش ما حصلش بعديها. مصر دولة ديمقراطية لكن بره ما بيحصلش، فيعمل ايه؟ يدي الامر لرئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء تنزل بنفسها؟ لا، تدي الامر لمين؟ تمام، تدي الامر لمين؟ او نعتبر الجلانز دي الحكومه، تدي الامر للجلانز والحكومه تدي ايه، تعمل بقى الايفكت على الشعب اللي هو الاورجنز. يبقى انت عندك الرئيس هايبوثالاموس، رئيس الوزراء البيتيوتري، وفي افراد الحكومه اللي هم الجلانز، تمام. فالرئيس يدي امر لرئيسه الوزراء، رئيسه الوزراء تدي امر لافراد يضربوا الشعب يكسروا الشعب. فالهايبوثالاموس ده هو جزء من النيرفس سيستم، واحنا عارفين ان كل الجسم حتى الاندوكراين سيستم تحت حكم النيرفس سيستم. فالهايبوثالامس ده بيدي امر لمين؟ للبيتيوتري جلاند. طيب البيتيوتري جلاند هي تتكون من 3 لوبز، بس احنا خلينا دلوقتي في مين؟ في التو لوبز دول. اللوب ده بيسموه انتيرور لوب، وده بيسموه بوستيرور لوب، anterior loop and posterior loop. طيب هنتكلم الاول عن ال anterior loop، تمام. هنتكلم عن ال anterior loop. ال anterior loop ده بيفرز، بيتحكم فيه افرازات جلاندز، عندك جلاند اسمها ثيرويد جلاند،
تمام. تمام طيب، عندك الكدني، فوق الكدني جلاند يضيف رينال، يعني كدني، يعني هي على الكدني، يعني على الكدني اهي، الطربوش اللي فوقيها ده جلاند. الادرينال جلاند دي تتكون من كورتكس، قشره خارجيه، انا عايز بس الكورتكس، الادرينال كورتكس، ادرينال كورتكس ماشي. وايه تاني؟ وعندك الجونادز، الجونادز اللي هم السكشوال اورجانز، اللي هم ايه؟ اللي هم التستس، الخصيتين، والأوفري. والأوفري بيفرز ايه؟ بيفرزوا السكس هرمونز. احنا عارفين طبعا السكس هرمونز في الذكر تستوستيرون، وفي الانثى بروجستيرون واستروجين. طيب يبقى دلوقتي عندك الجلاندز دي اللي هم الثيرويد جلاند والاوفريز. انا هقول لك اسماء هرمونز ولكن مالكش، هنمسك كل هرمون الثيرويد جلاند بتفرز هرمونز نشرحها بالتفصيل الممل، اسمها الثيرويد هرمونز اللي هي تي 3 وتي 4. الادرينال كورتكس بتفرز هرمونز اكتر من هرمون، الادرينال كورتكس بتفرز، عندك بتفرز حاجه اسمها، بتفرز حاجه اسمها جلوكو يعني سكر، كورتيكو طبعا الجلوكوز، وحاجه اسمها مينيرالو كورتيكويدز، كورتيكو يعني كورتكس، مينيرالو يعني املاح، صوديوم وبوتاسيوم يعني هرمونات تخرج من الادرينال كورتكس تتحكم في مستوى الصوديوم، وحاجه اسمها اندروجين، الاندروجين. هو الادرينال كورتكس بتفرز السكس هرمونز، اه هنشرحها بالتفصيل بعد كده. المهم الهرمونز دي تمام، حاجه اسمها الكورتيزول، الاندروجين تمام، مالكش دعوه باسماء، هنشرح كل حاجه بالتفصيل بعد كده. وعندك التستس بيفرز التستوستيرون، والاوفر بيفرز مين؟ بروجستيرون، وحاجه اسمها استروجين. هل الهرمونز دي كلها بتطلع بمزاج يحصل؟ قال لك دي بيجي امر من الهايبوثالاموس للانتيرور لوب اوف بيتيوتري جلاند تمام، وهو اللي ينزل ايه، يدي الامر لمين؟ للاورجان الجلاندز دي، فيطلع ايه، تعال ناخدهم اكسس اكسس واحد واحد. الثيرويد جلاند، ثيرويد جلاند، هل الثيرويد جلاند بتطلع كده الثيرويد هرمون بمزاجها؟ لا لا، ما فيش كلام، ما حصلش. امال ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله انا اجيب لك صوره تكون واضحه اهو، ثيرويد ريليزنج هرمون، ثيرويد ريليزنج هرمون يعني هرمون بيحفز افراز الثيرويد هرمون، امر ينزل لمين؟ للثيرويد، ينزل للانتيرور لوب في خلايا في الانتير لوب بنسميها ثايروتروب. ينزل تي ار اتش ده الثايرويد ريليزنج هرمون للثايروتروب، يقول لها يا ثايروتروب امور الثايرويد جلاند، خرج الثايرويد هرمون،
فتبدا الثيروتروب تخرج مين؟ ثيرويد ستيميوليتنج هرمونز. لاحظ الفرق، اللي بيطلع من هايبو ثالامس بنسميه ريليزنج هرمون، ينزل لمين؟ للانتير ثيروتروب، وهنشرحها بالتفصيل في الهيستولوجي. ما تقلقش انا النهارده مقدمه بخليك تفهم الخريطه. فالثيرويد ريليزنج هرمون ده ينزل الثيروتروب في الانتير لوب زي ثيرويد هرمون، فالثيروتروب تفرز هرمون اسمه ايه؟ ثيرويد ستيميوليتنج هرمون. ثيرويد ستيميوليتنج هرمون يعني الهرمون المحفز لمين؟ للثيرويد جلاند. ينزل للثيرويد جلاند يقول لها يا ثيرويد جلاند افرزي هرموناتك، تخرج. دعوا هم بيعملوا ايه؟ نشرحها بالتفصيل في محاضرة لوحدها بعنوان ثيرويد هرمون. تمام؟ طيب التي اس اتش ده ليه اسم اخر، اسمه ايه؟ ثيرو تروبين. تروبين دي يعني ايه؟ بص افصصها لك واحده واحده. اي ان، اي حاجه تنتهي باي ان فهي بروتين. يعني هو هرمون اصله بروتين. يعني هرمون اصله يعني من اسمه تعرف كل حاجه. طيب فعندك اول اكسس اهو نكتبه على جنب كده اهو، يبقى ايه؟ هايبوثالاموس بعد كده إيه؟ بيتيوتري جلاند، واللي بنسميها هايبوفيسيس، وهقول لك بعد شوية ليه سموها هايبوفيسيس ما تقلقش. بعد كده ايه؟ الجلاندز. فعندك هنا بتلاقي ثيرويد ريليزنج هرمون ينزل للثيرويد جلاند للثيروتروب يخليها تفرز مين؟ ثيرويد ستيمولاتنج هرمون بنسميه ثيروتروبين. ثيروتروبين ينزل للثيرويد جلاند يقول ثيرويد ريليزنج الثيرويد هرمونز نفسها. طيب على هذا المنوال نروح للتو جلاندز التانيين، الادرينال كورتكس بتفرز مين؟ الهرمونز بتاعتها اللي بالمناسبه مالكش دعوه بيها، هيتشرحوا في محاضره لوحدهم. طيب يحصل ايه؟ نفس الحكايه، يبدا يجي كورتيكوتروبيك ريليزنج هرمون، يعني هرمون يحفز الريليزنج بتاع مين؟ كورتيكو تروبيك اللي رايحه للكورتكس. طيب يبدا بقى ايه؟ الكورتيكو تروبيك ريليزنج هرمون تروح فين؟ للانتيرور لوب. احنا لسه زي ما احنا لخليه هنا دي كنا بنسميها لو ما كانتش ملوخيه تبقى تقليه، كورتيكو ايكوتروب تخرج مين؟ هي دي كانت بتخرج مين؟ ثيروتروبين، فدي هتخرج كورتيكوتروبين اللي هو اسمه ايه؟ اي سي تي اتش، ادرينال كورتكس ستيميليتنج هرمون اللي هو الاي سي تي اتش ادرينال كورتيك. يروح ما تقولش ادرينال جلاند، لا ادرينال كورتكس فقط، هو ملوش علاقه بالمضمه، ادرينال كورتكس فقط. يقول لها ايه؟ خرجي هرموناتك اللي بالمناسبه مالكش دعوه بيهم، مالكش دعوه بيهم، نشرحهم لوحدهم بعد كده. يبقى تاني اكسس كورتيكوتروبيك ريليزنج هرمون ينزل ل الانتيرور لوب، ما تقولش في بتيتر جلاند، قول انتيرور لوب او بتيتر جلاند الفص الامامي، يخليها تخرج مين؟ ايه؟ تروبين ينزل بقى يخرج مين؟ يخرج الهرمونز اللي هنشرحها بعد كده بالتفصيل.
في جلوكوكورتيكويدز، مينرالوكورتيكويدز، في هرمونز كتيره بتطلع من الادرينال كورتكس، مالكش دعوه بيها. طيب هريشه يعني نفس الحكايه برضه، هي جونادوتروبيك ريليزنج هرمون هتنزل الانتيرير لوب، دي كنا بنسميها ايه؟ ثايروتروب. دي كنا بنسميها ايه؟ كورتيكوتروب. والنبي لا تقولها انت، جونادوتروب. جونادوتروب، الجونادوتروب دي بقى هتطلع تو هرمون اللي هم وكورتيكوتروبين اللي هم ال LH، ودول هيتشرحوا بالتفصيل شهريه، وفي الميل عند فيميل سكس اورجنز الجنتل سيستم. دول بينزلوا فين بقى؟ بينزلوا عند التستس عند الذكر او عند الاوفري عند الانثى. جونادوتروبيك ريليزنج مين؟ الاف اس اتش والال اتش اللي هم الجالوتوبينز، يبدا ينزل يخرج السكس هرمونز على حسب، لو ذكر تستوستيرون، لو انثى بروجستيرون اند استروجين. تمام، يبقى اهو دي الهرمونز اللي بتطلع من فين؟ من الانتير لوب اي سي تي اتش واف اس اتش. بتطلع من الانتير لوب، بتطلع تاثر على شغل اورجنز، لا دي بتروح لجلاند تقول لها خرجي هرمونات، فبنسميهم تروبيك هرمونز. من تروبيك يعني واحد اسمه ثايرو تروبين، كورتيكو تروبين، جونادو تروبين. يعني ايه تروبيك؟ يعني مغذي او محفز، محفز يقول لها خرجي هرموناتك. تمام، اللي هم دول. طيب هل الانتيرو لوب ما بيخرجش غير تروبيك هرمونز؟ يعني مفيش هرمون كده من نفسه بيطلع يشتغل على طول؟ قال لك لا 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 طبعا مفيش الكلام ده، في هرمونز طبعا تطلع تشتغل على طول، مش كل هرموناته رايحه لجلاندز تانيه. انتروداكشن واعرفك على كل الهرمونز. والله انت مشكلة عندك الثايروتروب بتخرج ثايروتروب وعندك كورتيكوتروب تطلع تتحكم في الادرينال كورت، جونادوتروب تخرج جونادوتروبين سكس اورجانز. ايوه قال لك والله في بقى ايه خلايا تانية بتخرج هرمونز، لا بقى بتشتغل على طول، تشتغل مباشرة. زي مين؟ سوماتو تروب. سوما يعني جسد، تروب يعني مغذي، مغذي للجسد. بيخرج مين ده؟ بيخرج الجروث، جروث هرمون، بيخرج الجروث هرمون. تمام، فاسمها ايه دي؟ اسمها سوماتو تروب سيلز، من اسمها تروب مغذية. بتخرج مين؟ بتخرج الجروث هرمون. تمام، طيب الجروث هرمون ده اسمه الاخر ايه؟ هو مش ده كان بيسموه ثايوتروبين، ده كان بيسموه كورتيكوتروبين، ده كان بيسموه جونادوتروبين. يعني هي جت علي، جت عليا انا الثاني يعني، جت عليا خلاص. الجروث هرمون سميه سوماتو تروبين، سوماتو تروبين. تمام، طيب اللي هو جروث هرمون اللي هو جي اتش جروث هرمون.
في برضو خلايا تانية زي مين غير السوماتوتروب؟ في عندك لاكتو تروب. خرج مين دي بقى لاكتروب؟ ها حد لا ينفعنا بكلمة. أقول أنا بتخرج مين حاجة اسمها البرولاكتين. برولاكتين، برولاكتين بيعمل إيه؟ مالكش دعوة، مالكش دعوة حتى من اسمه. لاكتين يعني بيعمل لاكتيشن، بيزود إيه؟ الميلك فورميشن، ولكن بيعملها إزاي؟ مالكش دعوة، اشرحها بالتفصيل بعد كده. طيب سوماتوتروب، السوماتوتروب بتخرج مين؟ سوماتوتروبين، صح؟ تخرج سوماتوتروبين اللي هو جروث هرمون. طيب الهايبوثالاموس بيتحكم فيه؟ اه بيتحكم فيه، بيطلع ايه؟ بيطلع حاجه اسمها جروث هرمون، ريزنج هرمون، زي بقى الهرمونز عادي. ينزل ايه؟ يحفز السوماتوتروب عشان تخرج مين؟ تخرج الجروث هرمون. طيب الجروث هرمون نتيجة لأنه زيادته خطر جدا جدا جدا. يعني الجروث هرمون، هرمون لما يدرسه هنعرف إن هو خطر جدا لو زاد أو نقص، فربنا حط له كمان جروث هرمون انهيبيتنج هرمون، يعني لو زاد يلاقي إيه اللي ينقصه. إحنا الهرمونز اللي فاتت ما كانش ليهم انهيبيتور، كان إيه؟ هو لو نقص يبقى في ليه ايه ريليزنج هرمون يحفز خروجه، لكن ما كانش ليه انهبيتور. ولكن الجراث هرمون نتيجه لان زيادته خطر جدا، فربنا حط له هرمون كمان زياده اللي هو لو زاد ينقصه. يعني في هرمون لو نقص يزوده، الجراث هرمون ريليزنج هرمون، والجراث هرمون انهبيتنج هرمون اللي لو زاد جراث هرمون يبدا ايه ينقصه. ده بالمناسبه، بنسميه سوماتو ستاتين. سوما يعني جسد، استاتين يعني يوقف، بيوقف افراز السوماتوتروبين اللي هو الجروث هرمون. ما تلخبطش بين السوماتوستاتين والسوماتوتروبين. سوما جسد، تروب يعني مغذي، يبقى السوماتوتروبين ده الهرمون اللي بيغذي الجسد، يعني بيزود النمو اللي هو الجروث هرمون نفسه. اما سوماتوستاتين، يعني بيوقف، ده الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون. تمام؟ طيب تمام، انا عارف ان تمام. اللاكتوتروف بتطلع مين؟ بتطلع البرولاكتين، والبرولاكتين هنعرف ان في حاجه اسمها الدوبامين، ده اللي هو بيعمل انهيبيشن للبرولاكتين لو البرولاكتين زاد. تمام؟ طيب فبالتالي دي اهم الهرمونز اللي كانت بتطلع من فين؟ من anterior pituitary gland. يبقى anterior pituitary gland لو هنيجي نسمعهم هنيجي نشوف عندك ثايروتروب تخرج ثايروتروبين تي اس اتش، كورتيكوتروب تخرج كورتيكوتروبين اللي هو الاي سي تي اتش، و جونادوتروب تخرج الجونادوتروبين اللي هو اف اس اتش و ال اتش. وعندك بعد كده دول كنا بنسميهم هرموناتهم، بنسميهم ايه؟ بنسميهم تروبيك هرمونز. الهرمونات تتحكم في افراز جلاندز اخرى. وبعد كده كان في عندك سوماتوتروب تخرج السوماتوتروبين، وقلنا ليها جي اتش ار اتش، جروث هرمون ريليزنج هرمون، وجروث هرمون انهيبيتنج هرمون. ليه ربنا خلق له تو هرمونز بيعملوا ريجوليشن؟ لاني نظرا لخطوره الجراث هرمون لو زاد. طيب بعد كده في عندك لاكتوتروب تخرج اللاكتوتروبين، سوري اللاكتوتروب تخرج البرولاكتين. فالتو هرمونز دول بيطلعوا يشتغلوا على طول، مش بيروحوا يشتغلوا على جلاندز، هم بيطلعوا يشتغلوا بنفسهم. طيب انت دلوقتي بتقول لي يا دكتور الهرمونز ما بتمشيش غير في بلاد ستريم، في دم. طب ما انت عماله تقول لي جروث هرمون ريليزنج هرمون،
وعماله تقول لي كورتيكوترو ريليزنج هرمون، وعماله تقول لي جروث هرمون ريليزنج هرمون، وعماله تقول لي جروث هرمون انهبيتنج هرمون. ما كل دي هرمونات، والثايرويد هرمون ريليزنج هرمون، كل دي هرمونات. طيب طبعا يعني بتنزل ازاي لحد الانتير لوب اوف بيتري جلاند؟ ما انت قلت لي ان ما بتمشيش غير في دم، اقول لك فعلا صح. في هنا بورتال سيركيوليشن، يعني بلاد فيزل صغيره تجمع ما بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند، تمام؟ دي بينزل ما بين منها الهرمونز اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم الريليزنج هرمونز او الجروث هرمون انهبيتنج هرمون، ينزلوا للانتير لوب. الانتير لوب ده احنا بنسميه ايه؟ البيتيوتري جلاند بشكل عام بنسميها هايبوفيسز. ليه هايبوفيسز؟ لانها هايبو يعني تحت، فيسز يعني البرين فوق، يعني هي جايه كده زي بص مدلدله من تحت، من تحت البرين، تمام؟ فبنسميها هايبوفيز، يعني حته نازله كده هايبو تحت البرين، تمام؟ فالانتير لوب ده احنا كنا بنسميه ايه؟ بنسميه ادينو هايبوفيسز. يعني ايه هايبوفيسز؟ يعني بيتيوتري جلاند. ادينو يعني الجزء الادينو. يعني ايه ادينو؟ احنا قلناها من شويه، يعني ابيثيليال تيشو اللي هو بتاع الجلاند، يعني ده الجزء الجلانديولار من الهايبوفيس. يا نهار ابيض، امال ده يبقى ايه؟ لا ده مش هتعرف ان هو ما يعتبرش جلاند، ده مش بيفرز هرمون. فالجزء ده هو فقط الادي اللي بيفرز هرمون، ويعامل معامله الجلاندز الثانيه، فده اللي بيسموه الادينو، الجزء الادينو من الهايبوفيسز، فبنسميه ادينو هايبوفيسز، تمام؟ والبورتال سيستم ده اللي هو البلاد فيزل اللي واصله بين الهايبوثالاموس والهايبوفيسز، الادينو هايبوفيسز اللي بينزل عن طريق الهرمونز اللي جاي من الهايبوثالاموس الى الانتير لوب بيسموه ايه؟ هايبوثيزيال بورتال سيستم. ايه الاسم الطويل ده؟ ولا اي حاجه، هو بورتال سيستم يعني سمول بلاد فيزلز واصله بين الهايبوثالاموس والادينو هايبوفيسز، فسموها هايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتال سيستم، واصل بين الهايبوثالاموس والهايبوفيسز الادينو هايبوفيسز، تمام؟ تمام. طيب ايه بقى حكاية الجزء الثاني ده؟ ده اكتب جنبه هو الجزء الوحيد الذي يخزن ولا يصنع. يعني ايه؟ هتعرف ان في عندك هرمونز تصنع في الهايبوثالاموس، ولكن تخزن داخل الجزء ده. الجزء ده لما اخذنا منه عينة لقيناه نيورال تيشو، يعني لقينا النسيج بتاعه زي نسيج الهايبوثالاموس، ما الهايبوثالاموس ده هو جزء من النيرفال سيستم، فلقينا التيشو بتاعه زيه زي مين؟ زي الهايبوثالاموس. لقينا في حاجه بنسميها تراكت. تراكت يعني ايه كلمه تراكت؟ تراكت عباره عن عصب، بس عباره عن نيرف، بس هو ايه الفرق بين النيرف والتراكت؟ النيرف اللي هو لو خرج يطلع من الدماغ من البرين، لو خرج من السكال وطلع لبره بنسميه نيرف، ولكن لو نيرف هو جوه الاسكال لسه ما خرجش منها يبقى بيسموه تراكت. فبالتالي لقيوا هنا في تراكت واصله بين الهايبوثالاموس، واصله بين الهايبوثالاموس والبوستيرور لوب اوف هايبوثيسيس، فاعتبروه تكملة للهايبوثالاموس، اعتبروه الجزء العصبي اللي بيحتوي على نيورال تيشو، نيورال ايبيثيليال تيشو، فسموه نيورو هايبوثيسيس، نيورو هايبوثيسيس. ليه؟ هنعرف لما نيجي ناخد المحاضرة بتاعت الهايبوثالاموس، هنعرف ان الهايبوثالاموس بيصنع تو هرمونز، حاجة اسمها ADH
انتي دياتيك هرمون وحاجه اسمها الاكسيتوسين. في ناس تفتكر انهم بيتصنعوا في البوستير لوب، لا 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 لا، ده هم بيتصنعوا في الهايبوثالامس بسيلز معينه، تمام، وينزلوا عن طريق التراكت دي، ينزلوا الى البوستير لوب ده اللي احنا هنسميه نيورو هايبوفيس، نيورو هايبوفيسس، تمام. طيب انا دلوقتي سيبك من البوستير خالص، انا عايزك تركز معايا في الانتيرو لوب، وعايز بقى ايه، بص الجزء اللي جاي دلوقتي ده، الجزء اللي جاي لو فهمته هيخليك تعرف من غير ما تحفظ حاجة، لو حد سألك تقول له وظيفة الهرمون ايه ونوع الهرمون ايه والميكانيزم باكشن ايه. ايه ده عادي كده؟ اه والله، من غير ما تحفظ اي حاجة. دلوقتي احنا قلنا ان الانتير لوب ده، الانتير لوب، طيب هو في مشكلة في الانتير لوب لحد دلوقتي؟ في مشكلة فيه؟ في مشكلة في الهرمون بتاعت الانتير لوب؟ هتكمل عادي ولا في حد عنده مشكلة؟ هكمل يا شباب عادي؟ طيب دلوقتي احنا قلنا في الانتير لوب ان ايه؟ ان اللي بيخرج هرمون تتحكم فيه ايه؟ تتحكم فيه افرازات جلاندز اخرى، زي مين؟ زي اللي هم ثيرويد جلاند و ادرينال كورتكس و الجونادز، صح؟ دول تحت رحمة مين؟ تحت رحمة الهايبو ثلاميك هايبو فيزيال كنترول. يعني الهايبو ثالاموس ينزل هرمون للادينو هايبوفيسز، بعد كده الادينو هايبوفيسز ينزل هرمون للجلاندز دي، تمام. طيب هل كل الهرمونز كده، هل كل الجلاندز تحت رحمة الهايبو ثالاموس والهايبو في الهايبوفيسز؟ لا لا طبعا. امال ايه؟ قال لك بص، في عندك هنا ثيرويد جلاند، في عندك الناحيه الثانيه غده هندرسها بالتفصيل اسمها بارا ثيرويد جلاندز بالاس، ان هما تو بيرز، بارا يعني هما بجوار او خلف الثيرويد جلاند. مالها دي؟ لا دي بتفرز هرمونز من غير ما يتحكم فيها الهايبوثالاموس او الادينو هايبوفيز، ما بيتحكمش فيها. اه ما بيتحكمش فيها. وزي ما عندك الادرينال كورتكس، عندك برضو الادرينال الادرينال مضلة. مش احنا قلنا ان الادرينال كورتكس عبارة عن كورتكس من بره، واللي من جوه ده، الجزء ده بنسميه مضلة، الجزء ده بنسميه مضلة لب الخلية. الادرينال كورتكس فعلا تحت رحمة الهايبوثالاموس والهايبوفيسز، اما المضلة لا. وزي ما عندك الناحية دي جونادز، عندك الناحية دي بانكرياز. ايه ده؟ البنكرياز هرموناته مش بيتحكم فيه الهايبوثالاموس ولا الهايبوفيسز؟ لا، امال مين بيتحكم فيهم؟ بيتحكم فيهم their own functions. يعني ايه الكلام ده؟ تتحكم فيهم وظيفتهم. يعني ايه؟ اديك مثال، عندك البنكرياس بيفرز هرمون اسمه انسولين. الانسولين ده هتعرف بعد كده ان الانسولين هو الهرمون الوحيد في جسمك اللي وظيفته ينقص الجلوكوز في الدم، باقي الهرمونز بتزود. يعني لو حد قال لك ايه وظيفة الهرمون الحلنكشي اي اس، قول له بيزود جلوكوز في الدم. الهرمون الوحيد اللي بينقص جلوكوز في الدم هو الانسولين. طيب فاذا وظيفته انه ينقص جلوكوز في الدم، مين يحفزه؟ امتى يطلع؟ امتى يزيد؟ لما يزيد الجلوكوز في الدم، لان هو اللي بيعصبه لما الجلوكوز يزيد.
هو بيطلع عشان ينقص، فوظيفة الانسولين ان ينقص الجلوكوز في الدم، فمين بيحفز خروجه؟ هايبر جليسيميا، هايبر يعني زيادة، جلايسو يعني سكر، ايميا يعني دم، زيادة الجلوكوز في الدم تحفز خروج الانسولين. العكس، في هرمون ابن عمه اسمه جلوكاجون بيطلع برضه من البنكرياس، ده وظيفته انه يزود جلوكوز في الدم. امتى يزيد؟ لما ينقص الجلوكوز في الدم، لان هو وظيفته يزوده. لما يحصل هايبو جليسيميا، نقص الجلوكوز في الدم، يطلع جلوكاجون عشان يزود الجلوكوز في الدم. عندك مثلا في هرمون بيطلع من الباراثايرويد جلاند بنسميه باراثايرويد هرمون، ده وظيفته يزود كالسيوم في الدم. امتى يطلع؟ لما ينقص الكالسيوم في الدم، هايبو كالسيميا، ينقص الكالسيوم في الدم يطلع الباراثايرويد هرمون عشان يزود الكالسيوم في الدم. فدول بيتحكم فيهم مين؟ their own function، وظيفتهم هي اللي بتتحكم فيهم. طيب أسألك سؤال وعلى أساس إجابته هتفهم كل حاجة، وكل حاجة هتبقى إيه؟ هتسهل معاك جدا. أيهما أسرع؟ هل الهرمون اللي عشان يطلع محتاج أمر من الهايبوثالاموس ينزل للأدينو هايبوفيسز يحفز وينشط الخلايا اللي في الأدينو هايبوفيسز، والخلايا اللي في الأدينو هايبوفيسز تفرز الهرمون ويروح لحد الجلاند ويقول لها خرجي هرموناتك، ده مشوار مشوار وقت، ولا التاني لما سكر يزيد هوب بيطلع انسولين، سكر ينقص هوب بيطلع جلوكاجون، كالسيوم ينقص هوب بيطلع باراثايرويد هرمون، سريع، ايهما اسرع؟ طبعا دول هما اللي اسرع، يبقى دول هما السلو. طيب برضو مش فاهم، هقول لك على حاجه دلوقتي، هقول لك على حاجه، احفظ بس دلوقتي ان الجروب ده slow in action، تمام؟ ليه slow in action؟ لأنه لسه يا دكتور محتاج، لسه ده محتاج أمر يجي من الهايبوثالاموس ينزل الهايبوفيسيس بعد كده ينزل للجلاند، فده slow in action، فتحفظ إن ده slow in action. طيب سيب بقى الحتة دي وتعالى معايا أقول لك جملة كان دايما بيقولها لنا زمان في مصر وخارج مصر كمان، كان دايما بيقول لك ايه جملة حلوة، يقول لك ايه؟ الهرمونات تعمل يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي عندك ادي خلية، تمام؟ وهيجي الهرمون يشتغل عليها. الهرمون ده وظيفته ايه؟ الهرمون ما هو إلا أداة بتعمل إيه؟ تحفز إن الخلية تخرج بروتين من الدي إن إيه، يعني تخلي الدي إن إيه يحصل ترانسكريبشن، من ترانسكريبشن يحصل ترانزليشن ويطلع بروتين، يطلع بروتين، البروتين ده هو اللي بيعمل إيه؟ البيولوجيكال إيفكت، هو البروتين ده اللي بيقوم بوظيفة الهرمون ده. الهرمون يروح للخلية يأثر على الخلية بالبروتينات إزاي؟ لإما يحفز تصنيع synthesis of new protein، لإما يأكتف يعمل activation of some protein. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في هرمونات تروح عند الخلية لسه بقى إيه؟ عشان تصنع هرمون جديد محتاجة ايه؟ عشان تصنع هرمون، تصنع سوري، عشان تصنع بروتين جديد محتاجة ايه؟ محتاجة تدخل جوه الخلية، ومن الخلية تروح عند النيوكلاس، وعند النيوكلاس تحفز ان الدي ان ايه يحصل له حاجة اسمها ترانسكريبشن، بعد ترانسكريبشن يحصل له حاجة اسمها ترانزليشن ويطلع البروتين الجديد، او انه ياكتف هرمون كان قاعد في الخلية بس هو جسمه بيعمل له اكتيفيشن.
فالهرمون اللي هيعمل سينسز اوف نيو بروتين ده لسه هيدخل جوه، تمام، جوه الخليه ثم الى جوه النيوكلاس. بعد كده هيحفز الدي ان ايه ان يحصل له ترانسكريبشن، بعد كده حاجه اسمها ترانزليشن، بعد كده يصنع البروتين. يعني مشوار كبير. فاذا الهرمونات اللي هي بتدخل جوه الخليه هي السلو ان اكشن، لان دي لسه هتحفز تصنيع بروتين جديد. اما في هرمونات لا ما بتدخلش جوه الخليه، ده هي مجرد من على السيل سيرفس، من على السيل ميمبرين، وتبدا تعمل ايه، تحفز حاجه اسمها السكندري ماسنجر. السكندري ماسنجر ده يروح هو بدوره انه يحفز بروتين جديد يحوله الى اكتيف فورم، ينشط البروتين ده. يعني زي ايه؟ البروتين ده يجي كده على الباب وينده على ولد صغير اسمه حماده، يا حماده روح صحي بابا، هو انا جاي عندك البيت ما ينفعش ادخل البيت، فلقيت ابنك فتح لي، فانا بدي السيجنال دي لابنك وهو اللي يروح ايه يصحي بابا، تمام. اما الهرمون ده اللي هو هيصنع بروتين جديد ده لسه هيدخل جوه الخليه وهيروح لحد النيوكلاس، ويدخل جوه النيوكلاس ويروح يعني يقف عند الدي ان ايه ويخلي الدي ان ايه يعمل ترانسكريبشن ثم ترانزليشن عشان يصنع بروتين. ثانيه واحده كده، ثانيه واحده، انت قلت الهرمونات دي تدخل جوه الخليه، هو السيل ميمبرين ده كان ايه تركيبه؟ ليبيد. ليبيد احنا عارفين ان السيل ميمبرين فوسفو ليبيد باي لير، ده ليبيد. اذا الهرمونز اللي تقدر تدخل جوه الخليه لازم تكون ليبيد، عشان الليبيد يذوب مع الدهون مع الليبيد اللي زيه ويقدر يدخل. يعني انت عايز تقول لي ان الهرمونات اللي هي سلو ان اكشن هي اللي اصلها ليبيدز؟ ايوه، لان هي اللي قدرت تدخل جوه الخليه وتروح لحد النيوكلاس وتدخل وتحفز دي ان ايه انه يصنع بروتين. يعني انت عايز تقول لي ان الهرمونز اللي هي بتاعت الثيرويد جلاند والادرينال كورتكس والجوند هم اللي ليبيدز؟ بالظبط. فالهرمونز اللي هي الجروب ده هنسميه مثلا جروب 1، جروب 1 ده اللي هو سلو ان اكشن. ليه سلو ان اكشن؟ لانه بيدخل جوه الخليه. ليه بيدخل جوه الخليه؟ لانه اصله دهون، فيدوب في الدهون ويقدر يدخل جوه الخليه ويقدر يدخل للغشاء بتاع النيوكلاس النيوكلاي ميمبرين ويقدر يروح لحد الدي ان ايه ويحفز تصنيع بروتين جديد. اذا الجروب 1 دي، الجروب 1 هي اللي استرويد. يعني ايه استرويد؟ يعني ليبيد، تركيبها ليبيد، تركيبها ليبيد، فلانها دهون فهي soluble in lipid، يعني تذوب في الدهون، فتقدر يحصل لها simple diffusion، يعني تقدر تدخل عن طريق انها تتدفق وتدخل بكل سهولة من السيل ميمبرين وتروح للدي ان ايه وتحفز synthesis of new بروتين. اذا هي slow in action. يبقى اس ستيرويد، اس soluble in lipid، اس simple diffusion، اس synthesis of new protein، اس هي slow in action. هي اول حاجه slow in action. ليه slow in action؟ لان هي ستيرويد. يعني ايه ستيرويد؟ يعني اصلها دهون ليبل، فتقدر تدخل بالسيمبل ديفيوجن الى داخل السيلز، فتروح عند الدي ان ايه وتحفز سينسز اوف نيو بروتينز. هم دول مين؟ اللي هم جروب 1 اللي هم دول. بس في هنا اكسبشن، في اكسبشن. قال لك ان الادرينال كورتكس هرمونز اللي هم كورتيزول والحاجه اسمها الدوستيرون والحاجات دي كلها
ماشي، انا متفق معاك ان هما استرويدز دهون. السكس هرمونز اللي هما التستوستيرون والبروجستيرون والاستروجين، ماشي دول استرويد. اما الثيرويد جلانز دول ليسوا استرويد، مش استرويد، دول بيسموهم ايه؟ بنسميهم امينو اسيد دريفاتيف، يعني يشتقوا من الامينو اسيد، يعني اتصنعوا اتخلقوا من امينو اسيد اسمه ايه؟ اسمه تيروزين. تيروزين ده الاكسبشن، تمام؟ يبقى المجموعه دي كلها تمام سلو ان اكشن. سلو ان اكشن عرفت ايه باقي السلسله؟ ليه سلو ان اكشن؟ لان هي اس استرويد، يعني اصلها دهون، فالسوليبل ان سيل ميمبرين، تقدر تدوب في سيل ميمبرين وتدخل جوه الخليه، تدخل فتعمل ايه؟ تروح عند الدي ان ايه وتحفز سينسز اوف نيو بروتين، ولكن معاهم هنا مجموعه من الهرمونز اللي هم ثيرويد هرمونز، ليسوا استرويد وانما يعاملوا معاملات الاسترويد زي ما هنيجي نشرحهم بعد شويه. طيب لو دول لو المجموعه دي سلو ان اكشن، اذا دي رابيد، سريعه، فاست ان اكشن. ليه بقى المجموعه دي اللي هم الباثيرويد هرمون بعدين المظله والبنكرياز؟ لان هم قد الخليه اهي والسيل ميمبرين ده ليبت، الهرمون دي ما تقدرش تدخل جوه الخليه. ليه؟ لان هي بروتينز، ان هي ايه؟ بروتين، اصلها بروتين، تيجي تدخل ما تقدرش تدخل لان ده دهون، ما يدخلش منه غير الدهون، انما البروتينز ان سوليبل ان ليبيد، لا تذوب في الدهون ما تقدرش تدخل. فايه الحل؟ قال لك والله هي تقف هنا على الباب وتنده على حماده. يا حماده، حماده اسمه ايه حماده ده؟ اسمه سكندري ماسنجر، الرسول الثاني. تقول له خد السيجنال دي واديها لمين؟ اديها لبابا. بابا نايم جوه، هو انزيم هنا ان اكتف، انزيم ان اكتف، يحصل له اكتيفيشن ويتحول الى اكتف انزيم، تمام؟ هي جاست انها بتاكتف انزيم، مش لسه بقى ايه هتدخل جوه وتقعد تمشي 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 وتروح للنيوكلاس وتروح عند الدي ان ايه وتصنع بروتين جديد. لا لا، مفيش الكلام ده، انا اصلا ما بدخلش، انا من على الباب وبدي الاشاره لسكندري ماسنجر، وهو السكندري ماسنجر يروح يدور على البروتين المناسب ويعمل له جاست انه يعمل له اكتيفيشن وخلاص، تمام؟ اذا المجموعه دي بروتين ان نيتشر. هل كلهم؟ لا، برضو زي المجموعه دي في اكسبشن، يعني الجروب 1 كنا بنقول ان هم استرويد ما عدا ايه؟ اكسبشن وحيد اللي هو مين؟ اللي هو الثيرويد هرمونز، كانت مالها؟ قال لك دول امينو اسيد ديريفاتيف، يعني يشتقوا من امينو اسيد اسمه تيروزين. هنا برضو نفس الحكايه، دول بروتينز ما عدا مين؟ الادرينال المضله بتطلع هرمونز ليسوا بروتينز وانما ايه؟ من محاسن الصدف ان هم امينو اسيد ديريفاتيف، ومن محاسن الصدف اكتر ان هم درايف، يعني يشتقوا من نفس الامينو اسيد اللي بيشتقوا منه الاكسبشن ده اللي في المجموعه الاولى اللي هو مين؟ تيروزين. يعني الثيرويد هرمونز والادرينال المضله دول امينو اسيد ديريفاتيفز يشتقوا، يعني يصنعوا من امينو اسيد اسمه تيروزين. اذا المجموعه الاولى هي عباره عن ستيت ما عدا الثيرويد هرمون، دول امينو اسيد ديريفاتيف. المجموعه الثانيه بروتين ما عدا الادرينال المضله هرمونز، دول امينو اسيد ديريفاتيف. ودول التو اكسبشنز من محاسن الصدف ان هم امينو اسيد ديريفاتيفز ويشتقوا درايفد من نفس الامينو اسيد اللي هو التيروزين، تمام؟ طيب المجموعه دي قلنا اس سلو ان اكشن، ليه؟ لان هي سوليبل ان سيل ميمبرين، تدخل بالسيمبل ديفيوجن، تدخل جوه الخليه تروح للدي ان ايه تحفز سينسز اوف نيو بروتين، اما دول لا، دول رابيد ان اكشن. ليه؟ لان هما ان سوليبل ان سيل ميمبرين،
ما يدخلوش، they don't cross the cell membrane. امال يشتغلوا ازاي؟ ده هم يروحوا هناك بس ويحفزوا حاجه هناخدها المحاضره الجايه اسمها السكندري ماسنجر. والسكندري ماسنجر ده هو اللي بياكتف بروتين، مش بيحفز تصنيع نيو بروتين. ده هو في بروتين موجود فهو جاست انها ايه بتاكتيفه، بتعمله اكتيفيشن. تمام. طيب قلنا ان هنا في اكسبشن وهنا اكسبشن، اللي هم مين؟ امينو اسيد ديريفاتيفز، اللي هم يشتقوا من نفس الامينو اسيد اللي هو تايروزين. تايروزين. طيب دلوقتي انت عرفت ان الهرمونز تشتغل عن طريق ايه؟ يا اما في هرمونز تدخل جوه الخليه او في هرمونز من بره الخليه، صح؟ يعني في عندك هنا هرمونز هتيجي عند الخليه مش هتعرف تدخل، مش هتعرف تدخل، هتقف هنا عند ريسبتور خاص بيها. تمام. اللي هي مين دي؟ اللي هي جروب 2، جروب 2 اللي هم البنكرياتيك هرمونز والباراثايرويد هرمونز والادرينال المضله. تمام. وهنا يقف هنا اهو، يقف هنا على السيل ميمبرين. تمام. ويحفزوا حاجه اسمها السكندري ماسنجر. طيب ولكن في هرمونز تانية تقدر تدخل جوه الخلية، وكالعادة الهرمون ما يعرفش يشتغل إلا لما يكون في ريسبتور خاص بيه موجود. يعني الهرمون لوحده، يعني ده الهرمون لوحده ملوش لازمة، ده الهرمون لازم يقف على ريسبتور. تمام. لا إما الريسبتور على السيل ميمبرين بره لو هي جروب 2 اللي هي بروتين النيتشر، فتقف على الريسبتور من بره وتحفز سكند ماسنجر، تحفز سكند ماسنجر، او الجروب 1 اللي هم استرويد او المشتق او الاكسبشن بتاعهم يدخلوا جوه الخليه ويقف. لا اما الريسبتور بتاعهم هيكون موجود على السيتوبلازم، لا اما الريسبتور بتاعهم هيكون موجود فين؟ موجود عند الدي ان ايه نفسه. يعني الجروب 1 لو بيدخل جوه يدخل يلاقي الريسبتور بتاعه موجود على السيتوبلازم ويشتغل، وبعد كده يروح يحفز سينس اوف نيو بروتين، او هو يروح مباشره دايركت. تمام. على النيوكلاس. تمام. لان الريسبتور بتاعه موجود عند الدي ان ايه. طيب احنا عارفين اللي بيدخل مين؟ اللي بيدخلوا الاسترويدز زائد الثيرويد هرمونز، الاكسبشن بتاعهم الاسترويدز الريسبتور بتاعها موجود على السيتوبلازم. الثيرويد هرمونز هي الهرمونات الوحيده اللي الريسبتور بتاعها موجود عند الدي ان ايه، موجود عند الدي ان ايه. في حاجه ثانيه انا هناخدها مع الفيتامينز، حاجه اسمها ريتينويك اسيد، مش موضوعنا دلوقتي. فالثيرويد هرمونز هي الهرمونات الوحيده اللي بتيجي الريسبتور بتاعها عند الدي ان ايه، اما الاسترويدز لا، الريسبتور بتاعها موجود عند السيتوبلازم. يعني انت عندك الاسترويد والاكسبشن اللي هم الثيرويد هرمونز هم اللي بيدخلوا جوه، الاسترويد الريسبتور بتاعها موجود عند السيتوبلازم، اما الثيرويد هرمونز بتكمل لجوه عند الدي ان ايه، لان الريسبتور بتاعها موجود عند الدي ان ايه. طبعا جروب 2 مريحه دماغها، ما بتدخلش اصلا، هي الريسبتور بتاعها اون ذا سيل ميمبرين، وتحفز حاجه اسمها السكندري ماسنجر، وده اصلا موضوع المحاضره الثانيه اللي هو ميكانيزم اوف اكشن. هنعرف ازاي الجروب 1 بيروح يتحد مع الريسبتور على السيتوبلازم، وبيعمل ايه لما يتحد على مع الريسبتور على السيتوبلازم، او الثيرويد هرمون بتعمل ايه لما تروح تتحد مع الريسبتور على الدي ان ايه، والجروب 2 ازاي بتروح تقف على الريسبتور على السيل ميمبرين، وازاي بتحفز السكند ماسنجرز، ومين هم السكند ماسنجرز دول، وبعد ما يتحفز السكند ماسنجر ازاي بيروح يعمل شغل الهرمون. في محاضرة اسمها ميكانيزم اوف اكشنز اوف هرمون جروب 1 وجروب 2. طيب اخر حاجة دلوقتي عايزك تعرفها، لو قلت لك قول لي الكيميكال نيتشر اوف هرمونز، قول لي التركيب الكيميائي للهرمونز، هتقول لي والله يا دكتور انا ما سمعتش طول المحاضره غير
انواع، لاما هرمونات اصلها بروتينز، لاما هرمونات اصلها استرويدز، لاما المشتق الاكسبشن من دي او الاكسبشن من دي. اقول لك برافو، احنا قلنا جروب 1 هو عباره عن استرويد هرمون، على الاكسبشن اللي هو ثيرويد هرمونز، ما كانتش استرويد، كانت امينو اسيد ديريفاتيف. وقلنا المجموعه الثانيه هي عباره عن بروتينز او بيسموها بوليبوبتايد، بوليبوبتايد عن عديد من امينو اسيدز، ما البروتين عباره عن امينو اسيدز كتيره. فهو كان بروتينز او بوليبوبتايد ما عدا الادرينا المضله هرمونز، كانوا برضو امينو اسيد ديريفاتيف. اذا احنا عندنا 3 كلاسيفيكيشنز من الهرمونز according to chemical nature، اللي هم بروتين اور بوليبتايد، الاسترويدز والامينو اسيد ديريفاتيفز. طبعا الاسترويدز احنا عارفينهم، اللي هم الادرينال كورتكس هرمونز، اللي هم كورتيزول الدوستيرون اندروجين، وال الجونادز او السكس هرمونز اللي هم اللي في التستس، الخصيتين اللي هم التستوستيرون والاوفرز بتفرز البروجستيرون والاستروجين، ودول كل هرمون منهم هيتشرح بالتفصيل. انا ادي هرمون 2 3 4 5 6. طيب وقلنا البروتينز اللي هم مين؟ البنكرياز، ومن تاني الباراثايرويد هرمون. اقول لك على حاجه، بي بروتين، اي جلاند اولها حرف البي هرموناتها بروتين اور بوليبيبتايد ان نيتشر. يعني ايه بنكرياز ده من جروب 2 هرموناته ايه؟ بروتين اور بوليبيبتايد. طب البارا ثيرويد هرمون، البارا ثيرويد جلاند، البارا ثيرويد هرمون بتاعها برضه بروتين ان نيتشر. طيب البيتيوتري جلاند كاي بتخرج ايه؟ بتيوتري جلاند كاي بتخرج عندك التي اس اتش، الاي سي تي اتش، الجونتروبين اللي هم الاف اس اتش والال اتش، اللي احنا كنا بنسميهم اللي احنا كنا بنسميهم تروبيك هرمونز. عندك كمان السوماتوتروبين اللي هو الجروث هرمون، البرولاكتين. طيب هتعرف في البوستير لوب، هتعرف ان هو بيخزن تو هرمونز، هرمون اسمه الاي دي اتش وهرمون اسمه الاوكسيتوسين. اي هرمون هيخرج من البيتيوتري، بي بيتيوتري، بي بروتين. طيب البي بنكرياس برضه هرمونها بروتين، البي باراثايرويد جلاند برضه هرمونها بروتين، تمام. طيب فاذا انت عندك البروتين اور بوليبتايد اللي هم هرمونات البيتيوتري والبنكرياس والباراثايرويد هرمون والاسترويد اللي هم الادرينال الكورتكس هرمون والجونادز والامينو اسيد ديريفاتيفز اللي هم مين؟ احنا قلنا الاكسبشن الاول في الجروب 1 كان الثيرويد هرمون اللي هم بنسميه تي 3 وتي 4، مالكش دعوه بيهم، انا هشرحهم بالتفصيل بعد كده. والكاتيكولامينز اللي هم الهرمونات اللي بيخرجوا من الادرينا المضله، اللي هو الاكسبشن اللي في الجروب نمبر 2، اللي هم بالمناسبه حاجه اسمها ادرينالين او بيسموه ابنفرين، والتاني نور ادرينالين او بيسموه نور ابنفرين ودوبامين. دول لهم محاضره لوحدهم، هيتشرحوا في الاندوكراين وهيتشرحوا كمان في النيرفس سيستم، لان دول هتعرف انهم يعتبروا هرمونز ويعتبروا نيورو ترانسميترز، يعني يعتبروا ايضا نواقل عصبيه، يعني بيشتغلوا كمان في النيرفس سيستم، بتلاقيهم في النيرفز، تمام. طيب زي ما اتفقنا قلنا ان في هرمونز الريسبتور بتاعها موجود على السلم من بين بره، تمام، فده ما بيدخلش جوه الخليه، تمام، بيشتغل من بره عن طريق سكندري ماسنجر، ده بيسموه ايه؟ نون جينوميك اكشن. يعني ايه نون جينوميك؟ جين يعني قطعه من الدي ان ايه، هو ما بيروحش خالص الدي ان ايه، فده بيسموه نون جينوميك، ملوش علاقه بالدي ان ايه. اما النوع الثاني من الهرمونز
هرمونز اللي بتدخل اللي هي الجروب 1، قال لك استرويد والاكسبشن الخاص بيها، الاسترويدز والثيرويد، الثيرويد هرمونز. الاسترويدز الريسبتور بتاعتها على السيتوبلازم، يعني تقف على الريسبتور على السيتوبلازم، بعد كده تروح تاثر فين؟ تاثر على الدي ان ايه. اما الثيرويد هرمون بتنزل مباشره للريسبتور الخاص بيها، موجود فين؟ على الدي ان ايه نفسه. ودول بيأثروا على على الدي ان ايه، فبنسميهم جينوميك اكشن. جينوميك اكشن الاكشن بتاعهم بنسميه جينوميك اكشن. المحاضره الجايه هناخد ميكانيزم اوف اكشن، هنعرف ازاي الجروب 1 ازاي بيدخل جوه وازاي بيأثر على الدي ان ايه وبيصنع نيو بروتين، وهنعرف الجروب 2 هنعرف ازاي بيقف على السلم على الريسبتور الخاص بيه ويحفز سكندري ماسنجر ويحفز اذر بروتينز انها تقوم بالشغل بتاعه داخل الخلية. كده نكون خلصنا المحاضرة.